مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترانز على شاشه القناه الاولى. جمعنا لكم كل الاخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الاسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقره ترانز اوف ذا ويك. لغز جوارديولا، غزو العناكب، مدينه الذهب تتصدر الترند، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. اتصدر فيديو خاص بجوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الترند خلال الأيام اللي فاتت، وأثار حالة من الجدل على كل وسائل التواصل الاجتماعي في العالم كله، وده بسبب غموض تصريحاته. جوارديولا ظهر في الفيديو اللي كان جزء من مؤتمر صحفي بعد مباراة فريقه، وقال إنه الناس حوالين العالم بيشتكوا من حاجات كتير، وإنه العالم بقى مليان بالظلم، وإنه كل واحد بقى مهتم ببيته بس ومش بيفكر في جيرانه. وقالوا بصوا للي بيحصل حوالينا في العالم، واحنا قاعدين هنا بنتفرج من غير اي رد فعل. وفسر الكتير تصريحات جوارديولا بانه بيتكلم عن اللي بيحصل في فلسطين، وخصوصا انه اسرته معروفه بدعمها للقضيه الفلسطينيه، وبتعتبر بنته ماريا من اكبر الداعمين للقضيه الفلسطينيه على السوشيال ميديا. في ظاهرة أشبه بأفلام الخيال العلمي، حذرت حكومة المملكة المتحدة من انتشار وغزو أنواع غريبة وغير معروفة من العناكب للبلاد. وظهر في فيديو منتشر للنوع ده من العناكب قدرتها على القفز لمسافات، وده اللي أثار حالة من الرعب عند متابعي السوشيال ميديا. صحيفة ميرور البريطانية علقت على الخبر وأكدت أنه النوع ده من العناكب بيقدر أن هو يقوم بقفزات مذهلة، وأن هم بيعتقدوا أن النوع ده وصل للمملكة المتحدة عن طريق نباتات مستوردة من منطقة البحر الكاريبي، وأنها بدأت تنتشر بشكل كبير ومرعب. اتصدرت مدينة دهب الترند عالميا بعد انتشار فيديو خلال الأيام اللي فاتت بيرصد ظاهرة غريبة حصلت هناك بسبب انتشار الشعب المرجانية على الشاطئ فجأة. الظاهرة دي حصلت بسبب الجزر، واللي تسبب في انحصار المية لمسافة 50 متر، وده اللي تسبب في زيادة مساحة الشاطئ وظهور الشعب المرجانية وأصداف البحر، واللي خلت الشاطئ أشبه بلوحة فنية جميلة. وبكده نكون خلصنا فقرة ترندز أوف ذا ويك. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. الفترة الأخيرة ظهر أكتر من فيديو على السوشيال ميديا بيتكلموا عن إن كتر الأخبار اللي بتحصل في العالم واللي بتتكلم عن الحروب والدمار وكتر الإشاعات اللي بتطلع خلال الفترة الأخيرة بقى يخليهم حاسين بضغط نفسي كبير جدا، لدرجة إن البعض حاسس إنه دخل في حالة اكتئاب ورعب، خصوصا لما بيكون في إشاعات وكلام كتير عن الحروب أو بداية الحرب العالمية الثالثة واللي ممكن يكون فيها دمار نووي بيهدد الحياة في العالم كله. وبما ان الموضوع مهم فعلا وبقى بيأثر على ناس كتيره جدا، هيكون معانا دلوقتي على الزوم الدكتور مصطفى الديب استشاري الصحه النفسيه، عشان طبعا نعرف اكتر منه ازاي نتعامل مع النوعيه دي من الاخبار والاشاعات المنتشره على السوشيال ميديا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نعرف منك ازاي نقدر نتعامل مع كميه الاخبار السيئه والاشاعات اللي موجوده على السوشيال ميديا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الموضوع ده للاسف هو محتاج في المقام الاول انه الانسان يكون عنده انتقاء، دي اول شيء. ان انا علشان اتعرض لاي اخبار او اي نوع من انواع المحتويات اللي بيتم بثها سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او على التلفزيون، لابد انه يكون عندي حاجه اسمها انتقاء. يعني هنتقي اولا السورس اللي انا هاخد منه الاخبار، ثانيا هنتقي الاشخاص اللي انا هاخد منهم التصريحات، ثالثا ايه نوع الاشياء اللي انا هتعرض ليها دي؟ هل انا اهتماماتي مرتبطه بالحروب، مرتبطه بالجرائم، بالازمات بالليله دي كلها ولا لا؟ احنا طبعا عارفين انه التكنولوجيا او الاخبار اللي بيتم بثها وحتى بتيجي في السجستشنز اللي هي الاقتراحات بتبقى بناء على خيارات الشخص، يعني هو الفيسبوك او تويتر او اي نوع من انواع المنصات بيبقى عنده حاجه اسمها اقتراحات، الاقتراحات دي بتيجي للشخص حسب اهتماماته. فانا اول حاجه انا هحدد مسار الاختيار بتاعي بتاع الاخبار والتعرض ليها، ثانيا الاشخاص، ثانيا نوع المنصه. بالتالي لو انا عملت الاشياء دي هيكون الاخبار اللي انا بتناولها هتكون بشكل صحيح وبشكل ما فيهوش اي افساد للصحه النفسيه اللي انا المفروض بسعى لتطويرها. طيب يعني يا دكتور معلش ثانيه واحده، في النقطه الاولانيه حضرتك بتقول ان احنا بطريقه مبسطه شويه ننقي احنا اصلا بنتفرج على ايه من الاول علشان اللي هيطلع لنا على السوشيال ميديا يكون ريليتد لحاجه تانية احنا واثقين منها. اوكي بالظبط ماشي. رقم اثنين، رقم اثنين انا بقى ايه، انا ايه اللي بهتم؟ يا دايما اسال نفسي كده السؤال، وانا ليه بهتم بالاخبار السلبيه؟ هل انا
ليا جزء خاص بشغل بهذه الأخبار، ولا هو حب استطلاع، ولا هو شغف، ولا إيه يعني إيه الهدف أو إيه الجول اللي أنا بسعى ليه من خلال تصفح هذه الأخبار. أنا دايماً بقول إنه طالما الإنسان مش كونسيرن بموضوع الأخبار السلبية أو الترندات، يعني شغله مش مرتبط بهذا أو بالاطلاع على هذه المواقع، يبقى بالتالي نحجمها، يعني بلاش. طيب بلاش، يبقى أنا هحدد مسار آخر يكون إيجابي للاطلاع على الأخبار السلبية أو سوري الأخبار الإيجابية اللي هي المفروض تفيدني في مجال شغلي أو في تعليمي أو في علاقاتي الاجتماعية. يبقى أنا إذن لو أنا ما عنديش أي هدف غير اللي هو هدف تشويقي، يبقى على الأقل قصاده أعمل جزء أو عالم موازي للأخبار الإيجابية اللي هي بتطورني. يبقى أنا كده عملت بالانس. عملت بالانس يعني إيه؟ عملت توازن ما بين إن أنا بطلع على أخبار ممكن تجي لي بشكل غير مباشر والأخبار دي بتكون سلبية وبتأثر عليا، أو إن أنا في الناحية التانية بطلع على أخبار إيجابية بتهتم بصحتي النفسية، بتديني تفاؤل للمستقبل، بتطور جزء من شخصيتي، وبالتالي المحتوى اللي أنا هلاقيه بيتم اقتراحه من قبل المنصات اللي إحنا اتكلمنا عنها هيكون داخل بشكل إيجابي يعني. يعني يا دكتور، زي مثلا وقت الحروب احنا اكيد بنبقى عايزين نعرف ايه اللي بيحصل حوالينا، فدي مثلا طبعا اخبار ما بتبقاش حلوه بس مضطرين نعرف عنها. فلو تمام انا بتفرج على مثلا خبر سيء في حرب، المفروض احسن بعد كده مودي بطريقه يعني سيمبل اكتر بان انا اتفرج على حاجه ايجابيه. طبعا، بالتالي هعمل عالم ده اسمه عالم موازي. العالم تمام الموازي ده يناطح ويضاهي العالم او كميه المحتويات السلبيه اللي انا اتفرجت عليها. النقطه بقى المهمه اللي الناس برضو ما بياخدوش بالهم منها، هو انا ايه اللي بتفرج عليه؟ ما انا مش بالضروره ان انا اتفرج مثلا او اقرا او اسمع خبر يكون مدعم بصور، لان احنا طبعا عارفين انه التاثير البصري على طبعا الصحه النفسيه من خلال المشاهد اللي احنا بنشوفها بيبقى له اثر كبير جدا على العملية النفسية بالنسبة للإنسان. فبالتالي لو أنا خلاص يعني الموضوع أنا عايز أعرف كنوع من أنواع الاهتمام والاطلاع على الأخبار، يبقى على الأقل أحجم مدى المحتوى البصري، سواء صور سواء فيديوهات سواء آهات أو أشياء ممكن تسبب لي نوع من أنواع التوتر. الكلام ده لو أنا مهتم مثلا بالشأن العام زي الأخبار اللي احنا شايفينها بتاعت الحروب على مستوى العالم. بس على الجانب الآخر ما يكونش يومي كله مرتبط بهذه الاخبار. طبعا انا بحدد اول حاجه ساعه كده او نص ساعه، بلاش ساعه او 10 دقائق، اشوف كده الديدلاين اللي هي العناوين الرئيسيه علشان ابقى على تواصل على كونتنت. وليكن مثلا نص ساعه دي او ال 10 دقائق يكون في نص اليوم، بلاش في اول اليوم عشان ما اقفلش من الانتاجيه بتاعتي، ما يكونش عليها تاثير من اول اليوم، لكن خلاها في نص اليوم كده او في اخره 10 دقائق كده، اشوف الدنيا فيها ايه واقفل واكمل المجهود بتاعي اللي انا بقى بعمله في شغلي او في علاقاتي الاجتماعيه. عشان لو انا بدات الاطلاع بهذه الاخبار في الساعه الباكره من الصباح على ما بقوم، ده بشكل غير مباشر للاسف يعني بيأثر على هرمون السيروتونين المسؤول عن السعاده. فانتقاء الوقت مهم جدا، انتقاء المكان مهم جدا، انتقاء المصادر مهم جدا، انتقاء المحتوى اللي انا هطلع عليه مهم جدا، وكيفيه تحجيم هذا المحتوى ما يكونش شاغل يومي او شاغل المساحه بتاعت الوقت كله اللي انا عايش فيه طول النهار يعني. دكتور مصطفى ديب، استشاري الصحه النفسيه، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا. شكرا لك. وبكده نكون خلصنا فقره سكوب. خلونا دلوقتي نروح نشوف مع بعض فقره السوشيال لاب ونرجع نكمل بقيه فقراتنا، استنونا. ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره السوشيال لاب اللي بيحتفل بعرض فيلمه الجديد السرب اللي حقق ايرادات اكتر من 22 مليون جنيه من وقت عرضه في السينمات. وبيشاركوا في البطوله شريف منير، محمد ممدوح، صبا مبارك، نيلي كريم ومجموعه كبيره من النجوم، والفيلم من اخراج احمد جلال. شعب مصر العظيم، ايها الشعب الابي الكريم، ان مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالاسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة. سيادة الرئيس أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش في ديرنا في ليبيا. لا إله إلا الله يا رجالة. زي ما هتروحوا كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم. يا
اسمك المصري علي المصري. تفتكر احنا عايزينك في ايه يا علي؟ وده جه بعد نجاح مسلسله العتاولة اللي تعرض في رمضان 2024. نبدأ من الانستجرام. بيتابع أحمد السقا 6,400,000 متابع، وهو بيتابع حوالي 326 أكاونت، منهم المخرج بيتر ميمي، محمد هنيدي، هند صبري، ومن نجوم الكرة محمود تريزيجي، حازم إمام، واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو. أحمد السقا نشر أكتر من 500 صورة وفيديو على الانستجرام، أغلبهم صور من بروفات لأعماله ومشاهد لأفلامه وصور مع عائلته وأصدقائه طبعاً من الوسط الفني. وطبعاً آخر مجموعة صور كانت عن شخصيته في مسلسل العتاولة، وكمان بوسترز من فيلم السر. من المعروف عن أحمد السقا حبه الشديد للخيل والفروسية، وظهر السقا في أكتر من عمل بحصانه الأبيض زي فيلم هروب اضطراري، فهو ناشر أكتر من 30 صورة وفيديو مع حصانه اللي دايماً بيكتب على صورته صديقي. لقينا كمان أنه ناشر أكتر من 20 صورة مع والده صلاح السقا. طبعاً أحمد السقا بتجمعه صداقة مع نجوم الوسط الفني زي محمد هنيدي، أحمد حلمي، أمير كرارة، وأكيد عارفين هزارهم مع بعض على السوشيال ميديا وخفة دمهم. نروح للفيسبوك، وبيتابع أحمد السقا 20,000,000 متابع، وبكده نكون حللنا أكاونت أحمد السقا على السوشيال ميديا. من ضمن المشكلات اللي بقينا نسمع عنها بين الطلاب في المدارس هي صعوبات التعلم، وبقينا نشوف ناس كتيرة على السوشيال ميديا بتسأل عن حلول، يا ناس تانية بتتكلم في حلول، ولأن فعلا الموضوع مهم وفي ناس كتير بتحاول تلاقي حلول حقيقية للمشكلة دي، هيكون معانا النهاردة ضيفة مش بس مهتمة بالموضوع، لا هي كمان عندها قصة ملهمة جدا مع صعوبات التعلم. منورنا النهاردة سارة صدقي، خبيرة صعوبات التعلم. ازيك يا سارة؟ هاي، ازيك يا ريم؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، مبسوطة ان انتي معايا النهاردة. يعني شكرا قوي ان انتوا ضيفوني النهاردة. ثانك يو. اول حاجة عايزة اعرف عنها هي قصتك انتي الشخصية مع صعوبات التعلم. اوكي شور. فانا مامتي الحقيقة هي اللي اكتشفت ان انا عندي ديسلكسيا بداءا من 4 سنين، بس عملنا assessment officially تقييم لما كان عندي 5 سنين، و القصة بدأت من هنا. بس هي مامتي الحقيقة، عشان أنا نص هولندية نص مصرية، ففي هولندا الموضوع معروف أكتر، فهي لاحظت علامات معينة كده بدأت تبان معايا لما كنت ببتدي أتكلم وابتدي أقرأ وكده. ف يعني الحقيقة هي اللي اكتشفت الموضوع. بس اكتشفت بدري، يعني 4 سنين، خصوصا ان انت بتقولي ان انتوا بتتكلموا لغتين في البيت. فدايما يقولوا الناس اللي بيتكلموا لغتين في البيت ممكن يكونوا يتأخروا شوية عن الناس اللي بتتكلم لغة واحدة، لان هو بيبقى ميكس بين حاجتين. صح، دي حقيقة. احنا فعلا، يعني انا موضوع اللغات ده كان مشكله شويه. انا برضو بتكلم 3 overall. فهي لاحظت ان انا فعلا بلخبط كتير في بعض، وفي حروف معينه مش عارفه افرق ما بينها، لان الديسلكسيا برضو بيبقى ليها علاقه قوي بالميرنج، ان انت تلخبطي حروف شبه بعض. فهي ركزت قوي معايا لما، يعني اول ما بدات اني اتكلم انطق اي كلمات، فاكتشفت علامات كتيرة بتبين يعني ان في صعوبة في التعلم، مش ديسلكسيا سبيسيفيكلي، بس هي حست ان كان في حاجة، فعملنا التقييم وتأكدنا. طيب اشتغلتي بقى بعد كده على نفسك ازاي؟ الحقيقة اول ما اكتشفنا ان انا فعلا عندي ديسلكسيا بالتقييم، بدأت 1-to-1 sessions مع شخص متخصص في صعوبات التعلم، وطبعا كان في مساعدة كبيرة قوي برضو في البيت، يعني مامتي بدأت تشتغل معايا وبرضو بابايا. ف يعني انا حاولت طبعا اساعد نفسي لوحدي، بس الحقيقه ناس اللي حواليا هم اللي ساعدوني. طب هو اي حد عنده صعوبات تعلم تفتكري ممكن يساعد نفسه في البيت، ولا لازم يكون في حد مدرب مثلا مختص او حد بيساعده؟ لا اكيد انت ممكن تساعدي نفسك، بس طبعا يعني لو الطفل لسه صغير قوي الموضوع بيبقى اصعب شويه، فالاحسن ان يبقى في اكسترا سبورت، انه ياخد دروس يعني 1-to-1 مع شخص متخصص. يعني الريزلت هيبقى احسن بكتير طبعا لو بتشتغلي مع حد فاهم ودارس الموضوع طبعا، عشان في برضو بروجرامز معينه بتستخدميها، فالحاجات دي بتساعد قوي وهتسرع الريزلت، يعني بتاع ان الشخص اللي عنده صعوبات معينه الصعوبات دي هتتحسن يعني. طب انت بتقولي ان كمان مامتك في البيت ساعدتك جامد جدا، ايه هو دور البيت بالنسبه لك وبالنسبه للناس التانية اللي ممكن يكون برضو ابنائهم او اولادهم عندهم صعوبات تعلم؟
يعني الحقيقه اكتر حاجه فرقت معايا ان هم كانوا واقفين جنبي، ان هم they're supporting me في كل حاجة أنا بعملها. يعني كنت بسقط كتير قوي الحقيقة، وهما ما كانوش بيتضايقوا. فدي فعلا يعني في البيت أهم حاجة، إن العيلة كلها تبقى مقدرة إن أنا عندي صعوبة في التعلم، فما يحسسنيش إن يعني دي حاجة وحشة أو لأ أنا بسقط مش زي الأطفال التانية. فبيساعدوني وبيحاولوا إن هما يشجعوني إني أعمل أحسن. سارة، إزاي حولتي المحنة دي لنجاح؟ سؤال حلو قوي. الحقيقة يعني كل ديسلكسيك بيبقى عنده صعوبات معينة ومختلفة عن أي ديسلكسيك تاني. فأنا عرفت إيه الصعوبات اللي عندي، وبرضو عرفت إيه الحاجات اللي أنا قوية فيها، السترينجث اللي عندي، وحاولت إن أنا أركز أكتر في السترينجث واستخدمها عشان أحسن الصعوبات. يعني مش عارفة لو حاولتي استخدمي الحاجة اللي أنت قوية فيها بالضبط، إن أنت تساعدي نفسك بيها ان انت تعدي منها بالصعوبات بتاعتك. بالظبط بالظبط. فيعني مش عارفه ادي اكزامبل، بس يعني ركزت في الحاجات اللي انا فعلا شاطر قوي فيها. يعني مثلا انا بحب الرسم، فحاولت ان انا لما احب اني مثلا نقول ان انا عندي برزنتيشن في المدرسه، بدل ما ادي برزنتيشن كله كلمات استخدمت الرسم بتاعي عشان اشرح اللي انا بحاول اعمله. فركزت قوي في الحاجات اللي انا فعلا كويسه فيها. و طبعا يعني هو الفكره كلها ان الديسلكسيكس كلهم مختلفين، بيتعلموا بطريقه مختلفه، فيستخدموا اللي هم كويسين فيه ويطبقوه بقى في المدرسه. في ناس بتقول ان صعوبات التعلم دي بيشبهوها بمرض، هل ده صح ولا غلط؟ لا، هو الديسلكسيا مش مرض. يعني دايما برضو في ناس كتير بتسال لو في دواء ليه او حاجه، بس هو لا، ملوش ادويه خالص. هي الطريقه الوحيده ان انت تحسني الصعوبات اللي عندك هو ان انت تاخدي دروس مع شخص متخصص في صعوبات التعلم، او طبعا ان انت تساعدي نفسك في البيت. بس هو مش مرض، بس برضو هو يعني ملوش علاج. فهي حاجه انت بتتولدي بيها وبتكملي بيها طول عمرك، انت بس بتتعلمي ازاي ان انت تتعاملي بيها. لكن ما ينفعش مثلا تساعدي نفسك وتشتغلي على نفسك ان انت تروح منك خالص صعوبات التعلم. لا، هي مش هتروح خالص، بس الصعوبات هتتحسن. فيعني هتقل. يعني مثلا حد مش بيعرف يتكلم كويس، او لا معلش، حد ما بيعرفش يقرا كويس بيبراكتس كتير قوي، يقرا كتير 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 كل يوم، فعينه يعني مثلا بتتعود على شكل كلمات معينه، فبتبقى في القرايه اسهل. مظبوط بالظبط. كانك بتعلمي طفل صغير. بالظبط. هي على فكره يعني عماله بفكر وانت بتتكلمي كده، اولا احنا ازاي نعرف ان اولادنا عندهم صعوبات تعلم ولا لا؟ هي ممكن تكون تريكي جدا وحاجه بسيطه جدا واحنا مش واخدين بالنا منها. فهل مثلا في بوينتس او حاجات احنا المفروض ناخد بالنا منها كامهات، ان مثلا ولادنا عندهم صعوبات تعلم ولا لا؟ اكيد. ما هو في علامات بتبين. زي ايه؟ زي موضوع الميرورنج، ان انت مثلا يعني هقولها بالانجليزي، البي والدي دول شبه بعض، الحروف دول شبه بعض، فانت عينيكي مش متجمعه فبتلخبطهم. هي الفكره كلها ان ديسلكسيا انت بيبقى عندك بطء في الفهم، فعبال ما المعلومة تدخل وتفهميها وتعرفي تطبقيها، دي بتاخد وقت أكتر من الشخص اللي ما عندوش ديسلكسيا. طبعا. فميرورينج بتبقى حاجة، الرايمينج زي في الحضانة، الأغاني اللي بتبقى فيها رايمز دي صعبة قوي، اللي هي الكلمات اللي بتبقى على نفس الوزن. بالظبط. القراية طبعا بتبقى صعبة جدا، لأن يعني في كلمات لما تيجي تقريها هي مش بتقوليها زي ما هي مكتوبه، فدي بتبقى صعبه قوي على اطفال. بيبقى في علامات كده معينه انت ممكن تشوفيها. بس يا ساره، ما هو الطفل يعني انا وانا بذاكر مثلا لابني، لو غلط بين البي والدي وفي الاول هقول ما هو صغير ولسه بيتعلم. مش شرط يكون ده معناه بالنسبه لي ان هو صعوبه في التعلم. فازاي افرق؟ ما هي دي بقى، يعني بصي، بيبقى في كذا علامه انت بتركزي في كذا واحده. بس طبعا زي ما انت قلتي، يعني بالذات الاطفال الصغيره ما بتعرفيش تقولي طب دي صعوبه في التعلم، طب هو لسه صغير، طب ايه. فعشان كده برضو انت التقييم ممكن تعمليه بداءا من 5 سنين. فبتحاولي يعني تشوفي علامات كتيره، وده اللي ممكن يشككك لو الطفل عنده ديسلكسيا. بس طبعا زي ما انت قلتي، لو لسه صغير في هلخبط. يعني عادي، ودي حاجه عاديه جدا. عشان كده فعلا مش كل حد بيتلخبط بيبقى عنده صعوبات. بس مامتك اخذت بالها بدري جدا، 4 سنين. يعني ما انا كان عندي حاجات كتير بقى الظاهر، فهي لا، هي شكت قوي ان انا برضو يعني
الحفظ عندي كان صعب جدا، ممكن اقعد ساعه بحفظ في حاجه واحده واقوم دقيقه وارجع اكني اول مره اشوفها. فهي ركزت في نقط كتيره قوي وبعدين عملت التقييم واتاكدت. طب هل صعوبات التعلم والقراءه دليل على ذكاء الشخص او عدم ذكائه؟ لا خالص، يعني الديسلكسيا ملهاش علاقه خالص بالذكاء. هي يعني الذكاء يعني حاجة تانية خالص. يعني ممكن أدي مثال ألبرت أينشتاين الفيزيسيست، هو عنده ديسلكسيا بالزبط. وطبعا هو يعني عمل حاجات كتيرة جدا وهي ذا جينيوس عبقري. بالظبط. فهي لا يعني ملهاش علاقة خالص. طيب هل الأسرة في حاجات معينة لازم يعملوها علشان يساعدوا أولادهم غير أن هم يبقوا مركزين طبعا والكلام ده كله، في حاجة تانية المفروض بتتعمل؟ هي اهم حاجه حتى لو حاجه سايكولوجيكال، يعني حتى لو حاجه ليها علاقه بنفسيه الشخص او نفسيه الطفل. ما هي دي نقطه حلوه قوي، ان هي فعلا ديسلكسيا بتاثر على النفسيه بتاعه الطفل او حتى يعني حد كبير في السن. فالحقيقه اهم حاجه ان بس العيله كلها يبقوا متفهمين، فلازم يبقوا patient مع الطفل قوي، ما يتعصبوش بسهوله. لو في حاجة هو مش عارف يفهمها وبجد مش نافعة خلاص مش مشكلة، ما تتعصبوش سيبوه. بس هي فعلا أهم حاجة إن هم يبقوا حاسين بالطفل شوية. دي بتبقى حاجة صعبة، يعني هو الطفل بيحاول بس بجد مش عارف يعبر عن نفسه بالطريقة الطبيعية أكتر. بالظبط. طيب هو ثقته بتقل بنفسه؟ لو عنده صعوبات كتير ويعني المدرسين اللي حواليه مش فاهمينه وبرضه هو مش عارف يجيب النتائج اللي المفروض يجيبها في امتحانات او في المدرسه، يبقى طبعا يعني بتبقى صعبه. يعني انت الشخص اللي عنده ديسلكسيا زي ما قلنا مش يعني ملهاش علاقه بالذكاء، فهو كل حاجه في دماغه هو بس مش عارف يعبر عنها بالطريقه اللي المفروض يعبر عنها. هو ليه طريقه معينه وانتي لسه صغيره مش بتبقي عارفه ايه الطريقه بتاعتك، لازم بالوقت وبالتدريب بتكتشفي بقى ايه احسن طريقه انتي ممكن تعبري عن نفسك بيها. طب ساره، بسبب صعوبات التعلم اللي انتي واجهتيها وانتي صغيره اتعرضتي للتنمر؟ كتير الحقيقه. يعني موضوع حاسه كل حد لما بيبقى عنده حاجه مختلفه فيه للاسف بيبقى فيه تنمر. فانا بالذات في الاول لما اكتشفنا ان انا عندي ديسلكسيا المدرسه ما كانتش فاهمه دي كانت ايه كمان، فطالما المدرسه مش فاهمه والمدرسين مش فاهمين كانوا بيتعصبوا عليا قوي. و ده انت كمان مش بس الصغيرين، كمان المدرسين كبار برضو. فطبعا لما المدرسين يبتدوا الاطفال بيبتدوا، فيعني واجهت حاجات كتير بس الحمد لله. يعني ازاي قدرتي تتغلبي على الموضوع ده؟ لان التنمر ده يعني هو الموضوع اوريدي صعب، يعني انا اصلا مخنوقه ان انا مش عارفه اعبر عن نفسي احسن حاجه وبعمل حاجات زياده عن الباقي علشان خاطر اعرف اوصل لمرحله ان انا اعرف اعبر عن نفسي بطريقه واضحه بالنسبه لنفسي. كمان لسه في حد بيتنمر عليا وانا ثقتي بنفسي مش اكتر حاجه جامده دلوقتي لان انا لسه بحاول. فازاي عديتي كل ده؟ الحقيقه هو كان صعب، بس يعني عيلتي وقفوا جنبي جدا وكانوا دايما بيروحوا للمدرسه ويتكلموا مع كل المدرسين، ولو في اي حاجه بتحصل بيحاولوا يعني يتعاملوا ويقفوا في الموقف على طول. والحقيقه انا برضو يعني مشيت من المدرسه الاولانيه، هي كانت مدرسه كويسه بس طبعا الطفل بيبقى محتاج يعني accommodations خدمات معينه طبعا للصعوبه اللي عنده، فاضطريت اني امشي عشان حاجات كتير يعني. بس وروحتي على مكان تاني؟ مدرسه ثانيه. والحقيقه يعني الموضوع كان اتغير خالص، جالي مساعده كتير قوي فيها بس عيلتي عشان طبعا يعني هم اللي فعلا وقفوا جنبي. يعني احنا نقدر نقول ان اي حد عنده صعوبات في التعلم رقم واحد هو البيت. صح؟ لازم، لان بالذات لو انت بيحصل تنمر في المدرسه لازم ترجعي البيت وتبقي مستريحه في بيتك، ما ينفعش برضو في البيت بقى يبتدي يبقى فيه مش تنمر بس الناس برضو متنشنه ومتضايقه منك. يعني انت ليه سقطتي؟ انت ليه ما قريتيش كويس؟ انت ليه ما عملتيش كويس؟ بالزبط. لا احنا هناخد الموضوع واحده واحده وندي الشخص اللي عنده صعوبه في التعلم ثقه زياده في نفسه ونحسسه ان الموضوع ممكن يتحل على فكره او يتحسن. فده بيفرق جامد جدا. قوي. وعلى فكره الديسلكسيا حاجه عاديه جدا، يعني ما بين 10 ل 20% من العالم كله عندهم ديسلكسيا بس احنا مش عارفين. ما دي بقى المشكله، في كتير مننا مش عارفين ومش فاهمين هي ايه، بس هي فعلا هي حاجه عاديه جدا وبتتعاملي بيها عادي. ويعني مش يعني انا موجوده اهو، يعني الحمد لله اتخرجت من المدرسه والجامعه وبشتغل، ويعني الموضوع عادي وتقدري ان انت تعيشي بيه. طيب هل لو حد عنده صعوبات في التعلم وهو صغير ومحدش اخد باله
وهو ما اشتغلش على نفسه. بتكبر معاه ولا بالوقت مع السن هي بتروح لوحدها او بتقل لوحدها؟ هي مش بتزيد، هي بتبقى نفس الصعوبات موجودة، ممكن تتحسن عشان طبعا هم كل ما يذاكروا يعني يقروا الموضوع بيتحسن، بس طبعا مش هيتحسن زي ما لو كانوا اخذوا دروس عشان يحسنوها. طبعا يعني طبعا لو اشتغلوا عليها قوي عشان عارفين ان هم عندهم ديسلكسيا ممكن يوصلوا مرحلة تانية خالص، بس بتتحسن بالوقت. يعني قابلت كذا حد يقول لي انا اكتشفت وانا عندي مثلا 40 سنة وكنت بجد بعاني في المدرسة بس حسيت انها خفت وانا بكبر، فيعني بتتحسن. طيب هل هي ممكن صعوبات التعلم تخلي الواحد ما بياخدش قرارات سليمة؟ قرارات يعني لا، هي مش بتأفكت القرارات قوي في حياتك، بس هي الفكرة ان انت حسب مثلا انت بتاخدي قرار في ايه، يعني انت مستوعبة او يعني فاهمة بالظبط انت مفروض تاخدي قرار في ايه، لان احنا برضو في سرعة الفهم احنا ممكن ناخد يعني ممكن نفهم الحاجة بطريقة مختلفة. يعني هدي مثال، مثلا انا في المدرسه وقت الامتحانات كان لازم حد يبقى قاعد جنبي يقرا لي الاسئله عشان انا لو قريتها لنفسي بفهمها بطريقه تانية. فانت لو فاهمه المفروض تاخدي قرار في ايه يعني صح مظبوط تمام، بس لو مش فاهمه اصلا انت بتاخدي قرار في ايه يبقى ممكن تاخدي قرار غلط وانت مش قصدك. يعني قصدك ان لازم الموضوع يكون واضح جامد جدا بالنسبه للشخص اللي عنده صعوبه في التعلم. بالظبط مظبوط. اوكي. طب لو انت هتقولي نصيحه لحد عنده صعوبه في التعلم صغير وكبير هتقولي لهم ايه؟ يعني ممكن تقسميهم لي. اوكي ماشي. للصغيرين هقول يعني اكتر حاجه انا بحب اعملها الصراحه ان انا اديهم امثله من ناس عندهم ديسلكسيا عشان ابين لهم ان هي حاجه عاديه جدا وان في ناس علامات كبيره جدا في الحياه كان عندهم صعوبات تعلم ووصلوا للمناصب يمكن الناس اللي ما عندهاش صعوبات تعلم ما يقدروش يوصلوا لها. بالظبط. فهشجعهم هقول لهم عادي، يعني لو سقطتوا في حاجه مش مشكله تجربوا تاني، يعني عادي الموضوع هيعدي، انتوا بس اشتغلوا على نفسكم وعرفوا ايه احسن طريقه انتوا بتذاكروا بيها وكملوا بالطريقه دي. فده اللي انا اقوله، وطبعا يبقوا دايما عيلتهم معاهم ويشجعوهم. للكبار الكبار بيبقى اصعب شويه لان يعني ما فيش حاجه تانية يقدروا يعملوها قوي لان هم خلاص كبروا وخلصوا مدرسه وكل حاجه، لو بنتكلم يعني عن حد اتخرج من الجامعه كمان. بس هقول لهم برضو ان ديسلكسيا حاجه عاديه جدا وانتوا الحمد لله نجحتوا في حياتكم، لو حابين ان انتوا تشتغلوا على الصعوبات اللي عندكم عشان تحسنوها برضو في السن ده عادي ما فيش اي مشكله. بس يعني عاوز اقول لهم ان بجد برافو عليهم ان هم وصلوا للي هم وصلوا في السن بتاعهم، يعني وهم مش عارفين ان عندهم ديسلكسيا بداءا من هم صغيرين. انا عايزه اقول لك على حاجه يا ساره، يعني واحنا قاعدين بنتكلم في الانترفيو واحنا بقالنا شويه حلوين بنتكلم مع بعض، يعني انا مستحيل على وجه الارض احس ان انت عندك اي نوع من اي صعوبات تعلم خالص، يعني انا حاسه ان انا اللي جنبك عندي صعوبات تعلم. كلامك منظم جدا، بتردي على كل الاسئله واضح بالنسبه لك كل سؤال وبتردي عليه بطريقه واضحه جدا، مفيش اي نوع من اي حاجه مش مفهومه من اللي انت بتقوليها. يعني انا بصراحه مخضوضه، يعني ما شاء الله. طبعا شكرا. ما شاء الله، يعني سنين طبعا. دروس، ويعني الحمد لله ان انا فعلا وصلت اللي انا وصلته. بالظبط. بس لا بجد شكرا. يعني انا بشكرك جدا يا ساره على وجودك معايا النهارده، وانتي نورتيني ونورتي الاستوديو، وانتي مثال حلو جدا لاي حد مش بس عنده صعوبات تعلم، اي حد بيشتغل على نفسه في حاجه شايف ان هو يقدر يحسنها ويكبر فيها ويطور من نفسه. فانا مبسوطه جدا انتي كنتي معايا النهارده. شكرا شكرا. مبسوطه قوي ان انا النهارده معاكي. شكرا يا ساره. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.